من امبارح وانا قايل لك شد العزيمه يا قلب اخوك، لان النهارده جمدان، ولو وصلنا ل 108000 مشترك عينك ما تشوف الا النور. والله العظيم وصلنا 108000 مشترك. فانت النهارده يعني بص اللي كان نفسك فيها يحضر. ايه هو ابو عادل؟ مش هحرق لك اي ايه ده، بس كده عملت اللايك الاول يا قلب اخوك، لسه انزل اعمل لايك. عايزين نوصل الفيديو ل 11000 لايك ونوصل ل 109000 مشترك، لان احنا لو وصلنا 109000 مشترك ابلع مفاجاه. ايه المفاجأة؟ مش يا عم عملت اشتراك، فعلت الجرس على جميع الاشعارات، ده اهم حاجة فاهم. يلا بينا، مش هطول عليك اكتر من كده لان احنا مش هخش على السوق، السوق مش هخش عليه خالص تمام، يعني شوية ايه ده بس كده تمام. ايه ده بس كده الاول، لان احنا الاول هنعمل ايه؟ تعالى نفتح بس ايه، خش على مجموعة اللاعبين، ان انا نفسي لا مش دي لعبوا البرنامج، لان نفسي في كريستيانو. والله العظيم يا جدعان انتوا متخيلين كريستيانو لو طلع؟ بص بص في ثغره بيقول لك ايه، هتدوس على كريستيانو مره ثلاث مرات وتطلع وتقول بحظك يا ابو عادل، ثلاث مرات اهوت بحظك يا ابو عادل تمام، وتروح تفتح. عيب عليك عيب عليك، موثوقه موثوقه. اسمع مني، ابلع برتغال ابلع برتغال ابلع برتغال. اها سواريز، طب قول سواريز بقى سيبي. اها تمام عالم البرتغال كان مرهق شويه، كان مرهق شويه. ما حد يا ما اهدى ما... اهدى إيه ما تقلقش ما تقلقش، كان مرهق شويه كان اه ربي ماشي ماشي يا جدعان، خلصان خلصان مبدانا برضه. انت نفسك ان انا اخش على السوق يا جدع؟ مش هخش دلوقتي يا جدع يا جدع، ايه ده بس كده على السوق، نخش الاول نختم الاول يا جدعان. طب انت لسه مش هنتوش يا عم؟ عادي عادي، انا الواحد خد ايه يا جدع. يلا بينا روح ليست جو، روح يلا 300 كمان، في 300 كمان يا لهوي. يلا بينا يا جدعان نوصل للاخر، يلا 20 بس يا جدعان. الاستفاده اللي احنا ناخدها من تصريح النجم ده تمام، استفاده عيانه والله. انت مش هتستفيد غير بلاعب واحد اللي هو رودجر، ورودجر اصلا كده كده على الله حكايته هيتباع فاهم. بس حلو 20 مليون يا جدعان، 20 مليون في الجيب فاهم، الدنيا حلوه قوي كده. خش يلا شراء، خش على الشراء 1500. يلا بينا يا قلب اخوك، يلا بينا يا قلب اخوك كده. حرفيا اي تصريح نجم في اللعبه متختم، ده متختم تمام، وروديجر اتختم، تشاوميني متختم، دبي متختم، اي تصريح نجم نازل في اللعبه ولو فيفا لو حاولت تنزل اي تصريح هيتختم هو كمان. تعال نشوف اللعبه ده يا جدعان. طبعا عربجيه، ما حدش يعرف ان حد بوب، الواد بوب يا جدعان. ولا انت هنا؟ انت موجود في انجلترا؟ والله ما خدتش بالي منه والله. المهم انا عايز لعيبه ال 80، فين اللعيبه ال 80؟ مفيش لعيبه 80. طب يا عم اجمع الكل، اجمع الكل ان شاء الله حد حوش. يلا روح روح، شايفين قبل كده. تعال نشوف بقى اللعيبه، خدنا حد حلو 80. الا ده احنا ده دول لعيبه اصلا موجودين فاهم، وخدنا نفس تاني. خلصانه يا قلب اخوك خلصانه. برضه انت نفسك دلوقتي اخش على السوق يا عم؟ اهدى يا عم اهدى يا اسطى اهدى خالص، مفيش هدايين خالص يا عم. هحقق لك فاهم الحلم ده، بس تعال معايا تعال معايا. طبعا عايز اشتريها لهوي يا عم، هعرضه يا عم بقى، هعرضه يا عم ب 25 يا عم 25. حرام ابيعه ب 23، ابيعه ب 23 ليه؟ وانا سارقه؟ وما ينفعش والله العظيم ما ينفع. بصوا حكيمه يا جدعان شاريه ب 22 مليون، سعره رفع ل 32 مليون. هنا التجاره الصح، ازاي تحفظ فلوسك، اتعامل مع فلوسك كانها بنك فاهم، تروح تجيب لعيبه ضامن انها تعلى، بس انت كده كده ما بتلعبش بيها، تشتريها وتسيبها. والله لا اشتريت حكيم ب 22 مليون وسبته في التشكيله، ما عملتش حاجه جنبه والله. ما بالك بقى شوف اللي حصل بقى. تعال نبيع الواد تميواس ده، ماشي. ما هو اسمه غريب شويه، اسمه غريب شويه بصراحه. الواد جودن ده بيبقى، الواد جودن ده احنا لسه كاسبينه صح؟ لسه كاسبينه. اه الواد ال 97 بيتباع، خلصان بيتباع 2600. يلا يا عم روح يا عم ب 2600، روح يا قلب اخوك. احنا مستنيين رودجر يا جدعان يتجاب، مستنيين رودجر يتجاب، لان انا مش عايز اخش فاهم، مش عايز اخش على طلباتي دلوقتي يعني فاهم. اهد شويه كده، اهد شويه كده يا قلب اخوك. ها طب يلا يا جدعان نخش، جاهز مجهز الاحزمه، روح روح. الحمد لله ما بانش، الحمد لله. لا ده كده باين، لا كده باين، لا انتوا كده بتهزروا والله العظيم. جبنا رونالدينو يا جدعان سكه ودغري، خلاص ما هو زار خلاص، جبنا رونالدينو يا جدعان وبلعت فيه احلى خازوق والله العظيم. بص بقى انا شاري رونالدينو يا جدعان ب 51 مليون تمام،
تعالى بقى كده اقول لك بقى ايه، تعالى اوريك سعره بس، لان انت هتتفاجئ من سعره والله العظيم. بص سعره دلوقتي عامل كام والله. لا بص بص ليه بقى ليه؟ لان انا اتسرعت واشتريته اول لما الطلبات خلصت، اول ما الطلبات خلصت قمت انا رايح مشتري. طب وليه؟ وليه تشتريه اول ما الطلبات تخلص؟ ليه؟ ما تستنى بس واحد عايزه يا جدعان. هو ب 24، طب ما نشوف ب 24 فرقت يعني 23 من 700 ل 24. والله يا ابن الايه يا ابن الايه، ماشي يا عم، بيجيلي على الجرح والله العظيم، بيجيلي على الجرح بس قشطه قشطه. ياما خسرنا كتير ما جاتش يعني، يعني فاهم مش حوار يعني. والله العظيم والله ما زعلان، والله ما زعلان. تعال والله تم استرداد. ما معايا دلوقتي يا جدعان 56 مليون. هتعمل ايه يا ابو عادل؟ تعال نروح للواد جرينزوف ده، تعال نطلب معاه. لو طلبناه ب 38 هيبقى فرق مليون يا جدع. يلا يا عم يلا يا عم، فرق مليون يا عم اللي انت بتبص له يا عم، فرق مليون ايه؟ روح 39 روح، ده احنا هيبقى معانا 100 مليون حالا بلا فعلا. هتقول لي منين يا ابو عادل يا عم؟ ايه ده بس اربط الاحزمه. يلا بينا جرينزو. الا جرينزو، اشترينا جرينزو يا جدعان، اشتريناه 39 مليون. دلوقتي معانا رونالدينهو والدن وجرينزو. يا لهوي يا لهوي على اللي هيحصل يا جدعان. تدريب بره بره بره. مبابي مبابي يا جدعان بصراحه من اسوء اللعبه اللي انا جربتها والله، يعني ممكن يكون من احسن لعبه بالنسبه لك، لان طريقه لعبك تختلف عن طريقه لعبي فاهم، ممكن. لكن بصراحه امبابي وديفيز من اسوء اللعيبه اللي انا مش هكررها تاني حرفيا. زياش تحيه الاعتزال يا جدعان، لازم ندي لزياش تحيه الاعتزال. زياش هاكر حرفيا، اقسم بالله يا جدعان بيلعب ولا كانه باك يعني، ولا كانه ايكون 120 والله العظيم. بصراحه انا مش بجامل والله العظيم، ما بجامل ولا بطبل لزياش، لكن حرفيا زياش يا جدعان هاكر هاكر في الار دبليو، بيلعب ولا كانه اوفر 120. ايه ده مش كده زي يعني فاهم؟ اديله تدريب وارميه في الملعب والله العظيم، ادي لزياش تدريب وارميه في الملعب ومالكش دعوه. ان شاء الله يا جدعان شكلنا هنطلع اوفر 129 129. تعال روح يا جرينزو روح يلا. طبعا لازم بعد ما نشتري اللعيبه نخسر فيها فاهم تمنها ليه؟ انت بحس ان الفلوس دي فلوس حرام والله العظيم، مش فاهم ليه كده يا فيفا. ليه يعني انا ابيع لعيبه واتعب واخسر وانت تيجي كده بالسهل كده؟ ما ينفعش اقسم بالله والله العظيم ما ينفع. فيفا اتس نوت فير، فيفا ده كريستيانو اعتزل بسببكم، ده انا اروح فيكم في داهيه. كريستيانو لو اعتزل الو ما اتفرج كوره على مين؟ اتفرج على نيمار. بصراحة نيمار حلو برضه بس فاهم يعني، برضه كريستيانو هيبة، برضه كريستيانو هيبة قلب اخوك ده شي فاهم. يلا 129 129 يس 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 ابو عادل اوفر 129 يا جدعان، اوفر 129 يا لهوي يا لهوي. يعتبر ده اعلى اوفر لتشكيلة شفتها اليوتيوبر مصري والله العظيم، اعلى اوفر ليوتيوبر مصري 129. ليه؟ لان احنا كمصريين فاهم بنروح نجيب اللعيبه اللي احنا بنحبها فاهم. يعني مثلا انا رحت جبت كريستيانو، ما في واحد 107 كان زمانه زود لي الاوفر من امبارح اصلا والله. لو انا كنت جبت فان بيرسي مكان كريستيانو كان زمان الاوفر بتاع 129 اصلا والله. بس كان كلنا بنجيب اللعيبه اللي احنا بنحبها فدايما تلاقي الاوفر بتاعنا واقع. المهم يا جدعان دلوقتي لو احنا وصلنا عزيزة المرة بتاعتنا ل 18 حاجة منهم بس توصل ل 18 هنبلع اوفر 130 130 يا لهوي يا لهوي واو واو والله العظيم. يعني 1600 1000 مين اعلى واحد؟ اعلى واحد يا جدعان 388 يعني قول 400 قول سكة 400. طب تمام تعال تعال معايا تعال معايا اربط الاحزمة يا قلب اخوك وتعال معايا تعال معايا لس لس اربط الاحزمة يا قلب اخوك تعال معايا لان احنا معانا دلوقتي 900 بوينت. الله يا جدعان ال 900 كله. يلا يا جدعان بحظ اي حد عمل لايك وبحظ اي حد عمل اشتراك في القناه وفعل زر الجرس، احب اقول لك ان الباكه دي ليك يا قلب اخوك مبوي. روح هات لي كريستيانو، هات لي كريستيانو روح على اللمعه على اللمعه. ايوه ايوه ايه ده اكوادور دي بيلا. واو يا لهوي
ظهر اتقسم يا جدعان. والله العظيم خلصت التلات، خلصت خلصت التلاتة مع بعض. بتفكر في اللي انا بفكر فيه صح؟ انت خلبوس، انت خلبوس. تعال تعال يا عم، والله ما ازعلك. هنفضل بص، مش هحل كريستيانو. لو انت فاكر ان كريستيانو هيتحل، مش هيتحل. ايه الجوايز الحلوة دي؟ انا يا جدعان ده شكله ليه حاجات حلوة، والله العظيم شكله ليه حاجات حلوة. تمام، ما علينا ما علينا، مفيش مفيش اي حاجة. لا استنى، في والله تقريبا في حاجة حلوة. عرض، ايوه نقل الرانك، نقل الرانك 5000. اجيبهم ازاي؟ خاص اتنين المجموعة، خاص يعني لازم افتح. اها 10000 ايه يا اسطى؟ الو 10000 فيفا بوينت عشان اخد 5000؟ يغوروا يا جدع، والله مش عايزهم يا جدع. 30000 فيفا بوينت ليه؟ 30000 وانا وارث يا جدعان؟ ده لو سارق بنك اقسم بالله ما ايه ده، مفيش الكلام ده. قطعة نقدية، تعال نشوف ايه ده. والله مفيش الكلام ده. اه 100 معزز مهارة محتاجينها يا جدعان. طبعا معززات المهارة يا جدعان، لو ما فاهم ما تبصش انها ده 100 معزز مهارة، لا مش هجاوب. لا الخمس معززات مهارة اسمع مني، انت محتاجهم والله العظيم محتاجهم يا جدعان. اي حاجة فيها معزز مهارة هاتها وش كده. اشتر واحدا وخد الجايزة الاخرى مجانا، صح؟ هو قصده كده مجانا، يعني لو اشتريت دي مجانا هاخد. اها فيفا 500 فيفا بوينت يا ولاد الايه، بيقول على الجرح، بيجرجروني للرذيلة، وانا بصراحة بحبها فاهم. لك اشتري واحدة وخد التانية مجانا يا ابن ولاد الايه. ده عرض الصيف ده ولا ايه؟ جايين لنا بعرض الصيف يا ولاد الايه. عشان ماشي هنروح، عشان نروح نفتحها ماشي. تمام ثانك يو فيفا، والله العظيم انتوا لعبه. ما قلت لك حل النزاعات وتعايد معايا واشحن لي ببلاش فيفا. انا بطل ده، انت هتشوف شغل عسل. يلا بينا يا جدعان، يلا بينا، يلا انجز، يلا قلب اخوك. 450 450 واخدين 400، يعني انت بتتكلم دلوقتي في 1000 وشويه، 1000 وشويه جايز. يلا 1300 يا جدعان، انا بقول نفتح 300، بقول نفتح 300 تمام عشان نشوف اللاعب الاول، عشان ما نصرفش الباقي على الفاضي. خدنا 750 وخدنا معزز المهار، شفت بقى ان احنا كنا نصرف الباقي على الفاضي؟ شفت شفت قلب اخوك، ثق في ابو عادل، ثق فيا، ثق فيا. ده انا فاهم، ده انا دي دماغ تاجر، دماغ حرامي بصحيح. شوف بقى، لا يلا اللاعب هيطلع ولا مش هيطلع؟ شوف شوف، قلت لك ثق فيا، ثق فيا، ما كسبناش والله، ثق فيا، عيب عليك. يلا ايوه اللاعب برتغال بقى، بالله عليكي بقى لاعب حيسوس. ليه 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 يا رودريجز؟ ليه يا رودريجز؟ ليه؟ مش كده يا جدعان، مش كده، حرام والله. ماشي لسه فاضل معانا، فاضل معانا 400 كمان. يلا يلا يا رب يا رب اللاعب، يا رب يا رب. الناس كلها كسبت كريستيانو الا انا، لو كسبت كريستيانو النادي بدل ما هو رايح على الافلاس. يلا جواير تاني تمام، وخدنا معزات المهاره كمان يعني. لا خدنا الجوار بس يا جدعان، احنا لو كسبنا والله العظيم لو كسبنا يعني كريستيانو او اي حد النادي بتاعنا هيروح للانتعاش والله العظيم. يعني بص كده تصنيف نهايه الاسبوع، بص انا عامل ايه، بص انا عامل ايه. اوعى بس تفكر ان انا والله ما بخمش، لو فاكر ان انا بخم والله ما بخمش. بص انت كده بتخم ابو عادل، واخد في الدرجه العليا واخدها للاخر 3%، الدرجه المتوسطه واخدها 1%، الدرجه المنخفضه ما رحمتهاش بلعب فيها برضو والله العظيم. يعني هاخد من هنا بكا 90 لان انا فاضل لي مرتين بس محاولتين مش عارف اوصل ل 1%. هاخد من هنا بكا 90 ومن هنا بكا 100 ومن هنا بكا 102. عيب عليك ابو عادل، دي دماغ حرامي والله العظيم، دي مش دماغ حد اتباع يا جدعان. تعالى نسلم الفلوس، ايوه الواد ده اتباع ب 5 مليون. طب معانا دلوقتي يا جدعان 12 مليون 700، والتشكيله بتاعتنا بقت ضرب نار. قول لي مين اللي نفسك تجربه قلب اخوك، لان احنا لسه ما بعناش امبابي. احنا لو بعنا امبابي هنعمل فلوس حلوه. قول لي مين اللي نفسك تجربه، او مين اللي عايز اللي عايزه يتغير. وطبعا يا رب تقول ديفيز، لان ديفيز انا عايز ابيعه من التشكيله، عايز ارميه ارميه كده من التشكيله رميه كلاب كده والله العظيم، رميه كلاب. نسيت ابيع ابيع اللعيبه يا جدعان، ونشوف هيبقى معانا كام مليون. تعالوا امبابي امبابي 36 بس يا قلب اخوك، انا دلوقتي مش محتاجهم فعرضهم بسعر غالي واسيبهم. ام زياش لون يباع، زياش مش هيتباع يا جدعان، هسيب زياش بصراحه. انت بتفكر في ايه يا عم انت؟
تتفكر في ايه يا عم؟ تفكر ان انا بيع زي... لا يا عم مش هبيع زياش يا عم، على جثتي وجثه شامبو والله العظيم مش بيع زياش انا يا جدعان. المهم يا جدعان على المبابي باع، بكره يبقى معانا بتاع سكه فاهم يعني. انت اضرب بقى شوف، خش هنا مثلا الوب ليه مثلا كان سعره عامل 118، نجيبه تاني نعمل اي فاهم. شوف انت قلب اخوك، شوف انت تمام، شوف انت اي حد محتاجه في اللعبه دي جربه شاور لي بس عليه، ومش هقول لك مع السلامه لان انت كده كده هتشوفنا الفيديو الجاي. بيس.